قول بديع معجز إحكامه وبيانه، ولطائف الأسرار. أتحب أن يعفو الله عنك ويغفر لك؟ إنه عمل سهل لكنه عند الله عظيم، وهذا يتحقق لك بأن تعفو وتصفح عن كل مسلم أخطأ في حقك أو أساء إليك أو ظلمك. فإن استثقلت نفسك هذا فذكرها قول ربها: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قول بديع معجز إحكامه وبيانه، ولطائف الأسرار.